على الهوى وبالهوى بالالاف وبالياء. ما فيني اخبركم، بشكركم انكم عم نقدر نشارك بالمشاركه مش بالشرك. ليش في حرب يا اخوتي؟ لا معي ورقه ولا معي قلم. اليوم كتاب حلو كتير كتبته، What is religion؟ شو هي الدين؟ الدين هو التدين الالهي. كلنا عيال الله وكلنا من نور الله، كلنا اخوه. انت خيي وانت اختي والولاد كلهم عيالنا. ليه ما منتصالح؟ مصالحه مش مصلحه. قد ما تشتت الدنيا ما فينا نعمل البحر حلو، رح يضل مالح. فاذا ما فيني غير حدا بس بغير نفسي. ايها الحق لم تتركني صديق. خطره خطره انتبهوا شو بتاكلوا. قل لي ماذا تاكل؟ اقول لك من انا. نترق ماش من كفن حالنا فيه، اول نقاش نفتح العقل نعقل وتوتر. ما بقى حدا يكون له ثقه الا بنفسه بس. شو ما كان المرض خلال 6-7 ايام راح. بدنا نشفي الجهل، ما بدي صحيح السرطان. انسان، وخلق الانسان وحط الميزان بالانسان. يا حبيبي انت، يا حبيب الله، يا كليم الله، يا روح الله، كلنا اللي عم تهتز الكرة الأرضية كلها. رقم 45 هيدي قال وقت أن تكون سعادة هون لبنان. قلب الله اعتمادك يا رب في نهر الأردن. يا حبيب قلبي بدنا نكون جماعة. أنا ضعيفة كثير، بدي عيش يكون عندي جار لو جار هيك حد. إن شاء الله بالأردن، بسوريا، بلبنان. آخ يعني آخ يعني يا خيي يا حبيبي. أنت سمعني كمان؟ أنا سامعك مريم والكل عم يسمع. يا حبيب قلبي عم تسمع ومن قلبكن، ولو ما يكون ما فيني أحكي ولا كلمة. ضيع بشت مدري شو بعمل. هلأ عم بيتي أفقر بيت وأغنى بيت. يلي عنده كتاب وعنده صديق ما بدك شيل مع الله، ما بده عبد الله. عشان هيك ما بطلع من البيت الا تجيب ورقه وقلم، حط عيوني بالارض والخفق، لان ما بقى في بيت بلا كلاب. شو هالسر؟ ليش الكلاب هلا؟ قال له مرتي بدها اياني يكون مثل الكلب. قال شو يعني تعوي؟ قال له لا كون امين يا حبيب قلبي. لانه الكلب عكس الطواف بالدم عنا، بنمرض اذا الكلب بالبيت، الكلب بضل برا. بس انتيني بتفوت. بس هلا الحيوانات كلها، اضعف الحيوانات العنكبوت خيمت على اقوى الانسان واقوى البشر واقوى الهديه. مين خاف؟ ابو بكر. حدا حبه مثل ابو بكر؟ كم اتعبت الخلفاء من بعدك يا ابو بكر وخاف. قال له اللي جمعنا لحول فينا ومعنا للابد وبالسند وبالصمد. بس انا بخاف، بدي اجي لعندك قريبا. يا رب يا رب دخيلك رب الله وإله الله. يا حبيب قلبي قالوا لي شوف البهائيين كله ما في حدا إلا في الله. فتش وين ما في الله، خلاص لا إله إلا الله. إلا تأكيد الله. بس الأرمن مهضومين، قال عندهم عيد اليوم. ما عنا بالأرمن ما في ذكر وأنثى، نكاتهم مهضومة. قال أرمني صار مسلم، حجب ولاده الصبيات. ما عنا هيك كنا يقور يقور. ما عنا ذكر وأنثى. بتحكي يا بالجمع يا روح وتعال، هيك نفهم مع بعضنا. بس الأرمن 5 لغات لازم نعرف. لازم نعرف موسيقى، ما بعرف ليش، بس إنه لازم نعرف موسيقى. والأم بتشتغل مع بنتها وبتعطيها آخر الشهر هيك خرجيني. طبيب مع بيي طبيب سنين، لا بيقرا ولا بيكتب. بس كل ما في مشكله بنقابه الاطباء روحوا لعند الارمني سموه شراح، يعني مرشد ومريد، عنده اياها بالفطره. ما بيعطي دواء. امبارح يا حبيبي اجى حسين قال لهم انا حسين وانا شيعي وانا مسلم وانا عربي وانا طبيب وما بعطي دواء. ما بيقدر تامروني، لو اعطيتوني مش 50,000 دولار، 1,000,000 دولار ومليون و10 ما بدي.
اغتصبنا امنا الارض وهذا مال البترول. ما بدنا هيك، هيدي امنا، امكم الارض وعمتكم النخلة. انا بس واحد يسب الاسلام ويسب الحبيب وهيك بنبسط بقول له ايه 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 وخبره قصة هيك، بيقولوا لي هيك محمد؟ قل لهم ايه. طب وزبالي عبيت وفي نهار ما لقى بدق الباب بيقول له جارنا اشتقت لك يا حبيب قلبي، انا شو هالتواضع شو هالاخلاق، اتيت لأتمم مكارم الاخلاق. حرام يكون عنا هيك، مين معيط لك يا محمد بدك ترد او حج وحجة؟ مش يا وطن كلنا للوطن، هلا كلنا للبطن وتحت البطن. بقول لهم يلا عدوا حشوا وكلوا، ناكل كل الليل ومنقوم الصبح عم نشفر، منكون صايمين يعني صوم وصيام. هلا برا كلهم يا محمد عم بيحكوا عن الاسلام، خايفين، ما بدنا نحن نعرف الاسلام والعرب، فهمتوا؟ اسكتوا. المسيح مسلم وقت اللي قال لي تكن مشيئتك واسلم الروح وابتزت الاكوان فرحا وابتهاجا. هللويا هلل يا محبه، الله محبه والمحبه الله. بس نحن هلا بدنا قوه المحبه او محبه القوه. قوني ما قوني ثم قوني حتى لا اقوى على احد. هيدا كتاب الريليجن ما فيكم تصدقوا. يعني بكره بدي احط كتب كلهم عبيت الله يلي بنحكيهم، بدي احط كتب بالصوت. والناس بالسيارة بتسمعنا ببيتها والولاد كمان، ما نكذب عليهم، نحكي الحقيقة، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. هلا عم بيشيلوا المطبات تيتا، ما بيقولوا جراما، تيتا أهيا، عم بيشيلوا المطبات ونروح على المدرسة بس يكون عمرنا 6 أو 7 سنين. ما بقى في حضانة جرجري، في حضن الأم. بلشوا يشوفوا انه في ناس مع الحقيقه وفي ناس ضد الحقيقه. ما قالوا له، قالوا له ليك نحن بامريكا بنطلع لعند هذا الحاكم الروسي ومنسبه 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 وما حدا بيقلنا شيء. قال له الروسي نحن كمان بنطلع عند الحاكم الروسي ومنسب الامريكاني ومنسب الامريكاني وما بنقله شيء. يعني مهضومين اثنينهم على بعضهم كيف بشارعوا. مثل ابو العبد عنا وام العبد و مهضومين، عندهم ذكاء، عندهم فطرة. كلمة الحرف ال 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 لا إله إلا الله love live life love هي بتأول بطانة الصالحة. كتاب معين الدين الشستي عم بيجربوا يخفوا، ما فيكن تخفوا ولا كتاب بخطيه وكلاني لحوي على موقع بيت الله كل شيء، كل الكتب في كتاب بإيدك خلص وصل لكل العالم. هلا الآلة عم تخدم الآلة؟ لا، نحن آية خلقنا الله بكل عناية، مش آلة. مثل ما بتركب سيارة هلا عم بيركبوا بني آدم، بس هالبني آدم اللي عم بيركبوه عم بيحطوا فيه الشر، لأنه مش الله اللي عم بيركبوه، مش الإلهية، بيبعتوه عند العرب. نحن مش عرب، نحن إنسان. وعلم آدم الأسماء كلها 99 اسم وصفة وفعل لحي فينا. يا حبيبتي عمرها 6 سنين ما بتقشع بس بتقلي تيتا I see you here in my eyes، بتشوفني نعم الناصية، أمرني يا رسول الله اجعلني أميرا على البصرة. قال له البصرة تزول، أجعلك أميرا على بصيرتك التي لا تزول. يا حبيب قلبي سمون إنديغوز، هودي كلاني 7 و8 سنين، منين بيجيبوا هالعلم وهالمعرفة؟ يا رب. يا حبيب قلبي امبارح قتلت تيتا، ما بقول لهم خذوا كلوا، لا انا ما بحب الساندويشة، بحب العروس. نحن بنقول بنلف عروس لانه بيضة لبنة، ناكل بطيخ ومعه جبنة. بس هلا كلنا بدنا ناكل حنطة كاملة، رز كامل، ذرة كاملة، لأنه في عنا 28 وعنا 32 درس وسنة ونابو 32 فقرة بظهرنا. إذا علم المتمن the right of A، بدنا نقرأ، بدنا نقرأ، اقرأ اقرأ وافهم وكون ذكي وتعلم، وبعدين انت صحات تصحح 10. أهلا وسهلا فيكم، بعتولي بريد إلكتروني ما تتلفنوا وأنا من البريد بعرف شو عندكم. بيتعجبوا ايه الإناء ينضح بما فيه وينصح بما فيه. هلا عم يحكوا Jesus and Judas two hands they clap together.
المسيح شايف بيوداس. أنا تعلمت الأدب ولا من قليل الأدب يا حبيب قلبي؟ إذا ما بنغلط إذا ما بنتعلم، والعصفور إذا ما بيطير ما بيعرف يغلط، بصير الكلب على الطرقات قد ما في كلاب، بصير الكلب يعوي يعوي ومعه جنزير. قلت له عم بفتش على الكلب يا عم بفتش على وحده صاحبته، عم بفتش على اخته. الحيوانات ما حدا بيقتل الثاني، كلب اسود وكلب ابيض ما بيقتلوا بعضهم، بيقول انت اسود بس تقع بي. هلا صارت اباده، ما بقى في كل عمل عباده، عمل فساد الارض والعبيد والعباد. ما فين إلكم انتبهوا، هيدا رقم 45 اللي يهز العالم. هلأ زمن الكشف الإلهي، من نام ما منقوم. كل نهار أحد إن شاء الله، مع الواحد الأحد. حضر الأرمن قامت يمتون، قالوا له لسعد الحريدي لشو عيتنا نهار الأحد؟ نحن أرمن عطينا نهار الأربعاء الخميس نهار خصوصي لنا. كل لحظة عيد، كل لحظة مع الواحد الأحد. ما بدنا نكون بودمان وكريستمان ومدري شو، هيدا مسيحي هيدا مسلم هيدا شيعي هيدا هيك هيدا هيك. هلا اليوم كله الانسان عم بيرجع، انا انسان صلبه القران، انا انسان الف نون، انسان قران صنعان عدنان. صح. كلنا كلنا هيك هالتوحيد. هلا هلا كل واحد بتشوفه، انا بتطلع بعيونك بشوف مريم، انت بتطلع بعيوني، عيوني مريه لقلك وبتشوف كيلاني محمد برا عم بيحكوا عربي فوق السبع سنين، حرف الحاء قوي كتير للزعيم، كل حرف. شوفوا كتاب معين الدين كم عدد رقمه، هيدا وهيدا كم عدد، وهيدا كم موجه فيها، وهيدا هيك وهيدا. ما نقتل تناكل مواد حيوانية حرام، اللي بيأذي نملة أذى العالم. بنت مثل ما قال الحبيب، شوفوا شو قالوا الأنبياء، تركنا الأنبياء ولحقنا الأغبياء. عمرها 4 سنين قالت لي تيتا expectation is frustration، إنه ما تتأملوا خير من حدا أبدا، اعمل منيح وكب البحر. نحن هيك ليزي، ما تأملوا خير، لا، اللي بيحبنا هو اللي خلقنا وبيحبنا أكثر من أمنا وبينا. بس هلا درهم ودولار ودينار خلص، وألعاب للأولاد، دخيلكم هالألعاب، دخيلكم لا تشربوا أولادكم أرجيلة، وحدي حبلي وتحب الأرجيلة بدهم ابنا. قالت لي بيو كمان، قال لي دادي أند أنكل بيعملوا في شي. قلت لبيو، قال لي إيه كل الناس أدى ابني أنا بحب فيه، اللي بسموهم سيسي، لأنه هالرجال بيأكل بهالمطعم وهالمرة بهالمطعم، أكلوا نوايا الناس، جابوا ولد ومن الشبه مش 40 هلا 99، ما بقى في شبه، ما حدا بيشبه حدا. إنا من زمان العائلة وحدة، وما بتاكل بعد صحن لأمي، وأمي تاكل بعد صحن قبل ما تاكل للجيران. الميزة طلعت من أمة العرب. اليوم انتبهوا، كل واحد منكم مجنس أمريكاني، وأنا قعدت 40 سنة وبعدني هوليك أهلي، عم بيزتوا كيميكال دراجز، بتصيروا بدكم تسعلوا وتقوموا الصبح انتبهوا قبل ما ننام، انت قول ايه اللي بتحبها قولا، وكل الليل هالايه بتحكيك مثل ما الطفل بس يخلق في الاسلام، الاسلام هو الفطره، بتاذن وبتصلي كلمه بيسمع لا اله الا الله، وبعدين بتصلي. والاذان بالدين، عندنا دينتين تنسمع أكثر ما نحكي، يا سامع كن في تجاوب responsibility بجسدك عليك حق، هذا جسمي أنا السائل والمسؤول. هلأ عم بيحكوا شو معناه تخلع نعالك، يا الله شو يعني أم أبيها، يا الله يا الله، منا بالكلام منا بالكلام يا أخوتي، ما فيني إذا حكيتها إذا بلها للوردة أنت وردة زغارة، ما فينا، بدنا نختبر مش بالمختبر. العطش بيخدني عنها، الاختبار سبق التعبير. كلنا طفل ما فيني إلا بكون أمه عم بتردعه بيمرق مي وبحكيها هيك بالإشارة، بيبلش الحلم وبقول لها شو بدك فيه عم بتحكي، هلا أنا عم حكيكي إليك. عنده اللغة، بيطلع من الجنين من رحم أمه وبيعرف يبكي، بيعرف يضحك، وين راح؟
بتحطوا جسمه هين ما بتتنفس. فولدا كلارك يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي لازم كيلاني يا حبيبي انت نعمل سينكروميتر والزابر ماشي اكيد عم بيمنعوها ما حدا. وهيدي الاورجان بوكس لحية محمد كيلاني كل شيء تحطوا ايدكم بجيبتكم وبتفوتوا تشتروا اغراض. هيدي المكنة اللي بالجيبة بتكتب لك هيدي فيها سم من هالنوع، هيدي فيها هيك، هيدي ما تاكل منها، هيدا الرجال ما تحكيه، وهيدي المرة ما تحكيها. الآلة صارت الآلة عم تحكي مثل ما كمبيوتر وانترنت وهيك. بس هيدي المكنة بدنا تدفع $5,000 تتعمل الأورجن بوكس، كيلاني بيعملها $100 والفلينة وكلهم. بس نفكر انا بحب اقمر الشجره وبوس الشجره وبتطلع فيه كيف عم تبوس الشجره كله ما بعرف بحبها ما بعرف ليش. هي قالت لي تعي تبوسك، هي بستني مش انا، بسموني مجنونه. قال له انا ليك انا مجنون بس ماني بهله. يا حبيب قلبي مجنون ليلى، قال له بجوزك بنت الملك، قال له خود عيوني وشوف ليلى، بس بدك تشوف الماء والاناء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هلأ المي إذا بقول لك شو ملوزة ما بتصدقوا إلا ما تشوفوها بالسينكرو بالعلم. بس إنما الأعمال بالنيات، غير النية وصف النية ونام حد الحية، خلاص كلنا بنقدر نكون. يا حبيب قلبي بتفرحوا لي قلبي هلا، وبدي اقعد اكتب كتاب هلا، قاعد بدي لزق له ستيكرز وما بعرف شو بدي اسميه، بس بدي اكتب بالعربي بالعربي، بدي اكتب حريه او بتحطوا لها نقطه للحريه. انت لك الخيار، من عمل مثقال ذره خير او ذره شر. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، مين حكي عن الذره؟ مين حكي عن الكواكب والمجرات كلها؟ يا حبيبي انا بحب كون بالكويت، في بالكويت بحبه كتير بسمينا فنوفته. يا حبيبي يا نايف ما فيني قلك، عنده احلى كتب، وانت كمان وهديك وغيرنا بخط ايدنا كلنا، بس هالكتب خطرين بدهم يحرقوهم. لا ما فيكم تحرقوهم، بدهم يخبيهم مطرح وما حدا بيقدر يحرقوهم. الكويت يعني كوتج حلو كتير، أنا ولاد عمتي بالكويت وأرمن وعندن كنيسة للأرمن، يحترموا كل الديانات كل اللغات، ما في شيء إلا من الله. تيتا everything is from our beloved. How is God؟ كل شيء من الله، كل شيء من ياهو ياهو. عندكم البهائيين أنتوا بالأردن؟ بشكل عام لا مريم ما في هون، في بس على السكت في في هيك بس. مره كنت رايحه على سوريا وياخذ معي ورد هيك يعني زنبق وحبق، وين رايحه؟ قلت له على الارديحه. على الارديحه؟ قلت له ايه جايبي معي. فتشوا عليا انا جبتها معي من امريكا، وهلا منعوها وين ما كان، لان مثل ما قال عالي تيتا don't say إيمان is beyond عالي. من قال عالي من المثال الحبيبي قال نصف بالقبور ميتوا من الحسد والسحر والشعوذة. عنده كتب ما فيها علي، هذيك ما فيها بيان، ما فيها طب الإمام علي وطب النبوي الشريف. هاي الحبقة منعوها من لبنان، أنا جبتها محمد كيلاني جبتها من أمريكا وتحطيت ستة بلبنان، وبعدين صرت جيب على السعودية، وبالسعودية عنا واحد من إيطاليا عرف كيف يزرعها، بعدين صارت تطلع بالسعودية. يا الله جيبوها هالحبقة، فتشوا عليها لا تخفوها، في حبق، في ريحان، في أنواع كتير. الريحان بتعرف اللي سبقنا على البيت، بس الحبق مثل الرئة ومثل النعنع البري، مثل الملوكية الملوخية، بتهدي الأعصاب وبترتاح. تلقاك باليمن، إذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن، مثل هيدا من اليمني طلعوا بأمريكا على CNN على الهواء، قالوا له ما انبسطت هلا أنت بأمريكا ومع باسبور أمريكاني؟ قال له لا راجع على اليمن، هونيك باليمن أنا يهودي بيحترموني كلهم وأنا بحترم الكل، ونحن كلنا أخوة منعيد بعضنا وبناكل مما يليك، مش هيك؟
في واحد هون عنده كلب مات الكلب. قلت له ليش مات؟ شو بتعمل؟ قال لي مثل ما انا باكل. قلت له شو بتاكل؟ قال لي بجيب معلبات. مات من يومين، مات الكلب ومات هو. انتبهوا معلبات طازه، كيف معلبات وطازه؟ قلت له ما هو ما بقى عم نفهم شو عم نحكي. صحيح. قلت له طازه لانه بالفريزر لهم شي شهرين ثلاثه وانا جبتهم من برا. هيك بيشتروا اغراض من برا حتى لي نمره الاف دي اي بدنا نساعدها تفضل. قلت له لا، انا امي وبي هون ماتوا، بي بتركيا خلي، بس كلنا امه العرب، نحن مش عرب ولا ارهاب، نحن انسان. هي الادم اللي عنده اخلاق. مين اخوتك يا محمد اللي حبوني وما شافوني؟ يا حبيب قلبي قابض على الجمر، يا حبيب قلبي ام ابيها، يا حبيب قلبي على ستنا زينب، اللهم تقبل منا هذا القربان. ابن قتلوا حسن والحسين كان يطيل السجود الحبيب، يا حبيب الله يا كليم الله يا حبيبي، عم يحكي عن سيدنا ابراهيم دخيلك احكي عنه يا حبيبي. انت كلنا تعذبوا، كل اهل البيت، وعارفين ان هن من نور، ما فيك تشك السيف بالنور، ما بيحسوا بالالم. قلت له ما تخلي حدا يعرف وين ابرز فاطمة الزهراء ام ابيها، احنا ما يعملوا علي مسجد. شفتوا كيف لقيوا مسجد الامام علي؟ مش وحده خلق بالكعبة كتار، بس هو مميز. هلا برا الاجانب عم تحكي عن الاسلام وبيعملوا جماعه وبيقولوا نو ارابس، ياخذوا محمد كيلاني، مريم نور، بشار أنطون، نخلوبتي من الكويت، كلهم يروحوا. لأنه هلأ ما بدنا نتنسى، ما بدي يكون راهبة وراهب. قال لي الدليل ما بكفي الكتب اللي عندي. قلت له أنا عندي عشق، أشتري قلم وورقة بس، أحلى ستيشنرز، أحلى هالأيطة بالكويت، كأنك بأمريكا على صغير، كل شي فيها، بالأردن كمان، بلبنان، بس هون سياحاتنا بتعرفوا ليش بيجوا كل السياحات. لا متعة جسدية، ما يكون عندنا كبد، شيل الكبد محمد يا حبيب، ختمه. تقربت بالنكاح، تقربت بأشهده يا حبيب قلب الثورة الخفية، 100 كتاب بالعربي يعني وأكتر رح يكونوا. هيدا كتاب هلأ اللي حكيني أنا وأنت وكله، أنا نحن، ما في فرق. وقت بيجوا وولاده بيناموا عنا، هودي ولادنا، انت خي واختي، عائلة واحدة. بس هلا بتعرفوا كلنا بنحب الشوكولا، بس في شوكولا جون روبنز، في شوكولا هي من الكاكاو، ما فيها سكر، نجينا من الابيضين. شو من حد سكر؟ شماندا، جازا، دبس خروب، دبس العنب، التمر يا حبيب قلبي على التمر، بذرة تبع التمر ما منكبها، نعمل منها قهوة، نعمل منها شاي، بنحطها بالطبق. وبعدين البصل الأخضر تيتا بياكلوها هي مشلوشة. إلا هيدي طيبة هيك، إيه بياكلوها. بعدين في واحد قال لهم بدي أقتل حالي، اعطوني شرب كولا وبيبسي هيك ومات فيها. قال لهم لايكو كيف أصدير من نض، ولكن الحمامات كيف من نضفها من الكولا من البيبسي من كل هو. يا الله ليش؟ لأن حاطين فيها يعني سمو. بس نحن بنعمل لمونادا، بنعمل بالدبس، بنعمل اشياء كتير. كنا بدون ما نشرب يأسما بردا وسلاما، خلاص بتحمل ماي سخني، بعدين بتتحمل ماي مسقعة، بتطلع لبرا تصوم كله بالدنيا. هيدا هو العلم. هلا بدي اتعلم، بدي افهم، بدي اقرا، بدي اكتب، هيك شو ما كان خرطش وصور تطلع منها كلها. هيدا الدرس، هيدا الصلاه. قال لي انا بصلي بالكازينو. قلت له معك حق، اذا كنت صادق صلاتك بالكازينو. روح هيدا الصلاه، كل عمل عباده، من اماطه الاذى الى لا اله الا الله، من قلبك. يا حبيبي شو هالهدية اليوم، شو هالنعمة اللي عطيتوني إياها، شو هالنعمة الكبيرة كلنا. أحلى حضرة. إذا منعدل النعم كل يوم، شو عندك خير بقول الله الحمد لله. اليوم الصبح هيك الحمد لله. انتبهوا لا تقولوا كلمة إن شاء الله،
هلا عم بحطوا العلم تبع هالكلمه. اذا قلت ان شاء الله يعني ان شاء الله اللي انت بدك تعملها قبل ما تنام، والا بس الحمد لله سبحان الله. اذا عندي رغيفين قبل ما انا اكل بروح بشوف مين جوعان اكثر مني، وهيك بكون انا اكلت 10 مرات زياده. انتبهوا، ما بناكل لأننا جوعانين، لأننا ضجرانين، ولأننا فرحانين، ولأنه ما بعرف شو هيك، وزعلانة، وعندي انفعالات. لا، الأولاد ما بيجوعوا لأنهم عم يلعبوا، بس يلعبوا بينسوا، يلعبوا مع بعضهم وبيرجعوا بيضلوا مخططون وبياكلوا وبيشقوا تحتهم وهيك وبيضلوا يلعبوا، ما بيعرفوا الغضب، ما بيعرفوا إنه في شيء اسمه غضب وهيك. أول يوم راح على المدرسة كيلاني صغير على المدرسة، قالت له أمه كيف كانت المدرسة؟ قال له ما خلصت، قال بدنا نرجع بكرة، ما بعب المدرسة، بده يروح يلعب مع أصحابه بس، هاي المدرسة مثل السجن يا حبيب قلبي. إيه نحن كلنا محبوسين. هلا تتذكر لما فلتوا الحبس البسطين رجعوا؟ قالوا ليه رجعتوا ليه؟ قال له ما لنا اصحاب برا وتعودنا، لنا 30 سنه هون، بعدين لايك وحطوا لنا الجنزير لانه تعودنا على صوت الموسيقى. وبياكل. وانا هلا ما فيني الكم الازعاج عندي بالحي والبنايه وهيك، بس بقول لا اله الا الله، مريم معلش اعتبري هاي موسيقى من الله. لان الناس كلها هيك بدك بتطلع مصاري، بترقب الصرميه، المره بتطرطي بتكتب على الصرميه، بيصرخوا عم يحكوا بالموبايل، بيعملوا هيك بس خلص. ما بقى في أمل إلا نعم. قال العرب فتشوا على الحل، لقيوا الحل مات دغري دغري. كلماتنا إلها كتير كتير معاني، بس ما بقى بدنا حضانة، أولادنا ما بيحبوا الحضانة. تيتا إذا هلأ حطينا مصاري بالكنيسة فيني روح ألعب مع أصحابي، قلنا هيك ما بنحب المدرسة. هلأ اسمي not don't mommy، اسمي جوني بالبيت، don't do this don't do this، فكر اسمه don't. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، الأكلنا اللبناني العربي السوري كل العرب عنا أكل مما يليك وطيب كتير. قد ما فيكم كونوا نباتيين، قد ما فينا 28 مطحنة، ما عنا قواطع، عنا 4 أنياب تبع حبيب الماء، بعدين كل يوم رز كامل خضرة خلص. قال تروق ترويقة ملك، وتغدى غدا أمير، وتعشى عشاء طائر. وحلو كتير هيدي اللي بعثتوا لي إياها. قال the secret to living well and longer is eat half, walk double, laugh triple and love without measures. شو هي هيدي؟ السر هو لحياة طويلة وبصحة أن تأكل النصف وتمشي الضعف وتضحك 3 أضعاف وتحب بلا قياس. نعم، ما زال في معك الروح القدس، ما تتأمل أبدا، مش عم بحبك وسيرتك لأني بدي أتأمل منك شي خير، لا no expectation. بشكرك لأنك أخذت مني هالعلم، بشكرك لأنه بزيد. قالت له ولادي ناموا من الجوع، فجارتي بعد الولاد عم يبكوا من الجوع، ومين انت؟ الإمام علي حامل أكل على ظهره. هيك كانوا الخلفاء. هلا صرنا جيبة ما بقى في خليفة، نحن السبب. هلا زمن الكشف، قد ما فينا. أنا عندي صرمية وحدة وبقول لهم بحب أمشي حافية لأني عشت معهم برا بالأمازون وهيك حافيين، وعشت نحن هيك بكفنونا الكفن وبعدين الدفن. في قبائل أبدا ما بيلبسوا، سبحان الخالق شو هالجمال، سبحان الخالق. ابدا عريانين، جينا عريانين ومنروح عريانين، بس بالكفن بندفن. فاذا ما حطيت شيء زياده بهالدنيا بكون انا ناقصه، اذا ما عندي اعداء بكون انا ميته. قال له ليش ما بتجاوب هذا اللي عم بيسبك انت؟ قال له اذا عضني الكلب بروح بعضه ماضي. مزبوط يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، قد ما فيكم. أنا بيقولوا لي الإسلام ما بيحترم المرأة، قال لهم إيه ما حكون حق. قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يا رب.
احترم الاحترام الغرام الصوفية يا حبيبي من 50,000 سنة عمل مرة ميتشكوشي حضرة محمدية. يا حبيب قلبي ما فيني إلا ما فيكن منا بالكلام منا بالكلام منا بالكلام. بكل لغات العالم ارتفعت الأعلام كلها وعلم أبيض قال في لغة ما منعرفها. قال لهم هيدي قبيلة بالهند من 50,000 سنة قبيلة أهل الذكر والصفا وتنفعنا الذكرى. انتبهوا منتذكر ايه منتذكر تذكر كل يوم شو هالحسنات النوم شو هالنعم عم نمشي عم ناكل. الحبيب قال لي ما عندي صرمية شفت واحد بلا اجرين في شي ما استعملته قولي 5-6 أشهر اعطوه شوفوا بالبيت الاشياء اللي قلكم جمعتين ثلاثة ما استعملتون هودي امانة اعطوها لاصحابها كلنا رح نفتشوا مين في ضعيف مين في مريض مين في هيك مين في هيك منهم منتعلم ليش عم بيزيدوا كتير الأولاد يلي أوتيزم وغيرهم وغيرهم. شوفي شو أكلت أنت وحبلك شوفوا النوايا إنما الأعمال وبالنيات خلقة كاملة نعمة زايدة. ما بدنا الدواء قال له شم الهوى وزدت الدواء خلاص شو بدك تاكل؟ انت بتعرف مما يليك فلاح مكفي سلطان مخفي لو ما في فلاح ما في ملك. كلنا بدنا نرجع للفلاحة نزرع ونفلح. يا حبيب قلبي هيك كل نهار احد بنقعد مع بعضنا و... احلى حضرة مريم سيولة 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 كلنا بين ايدينا الله خلقت الخلق لأعرف كنت كنزا مخفيا. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي ما فيني خبركم يا ريت فينا نشوف فينا نعمل شي تلفزيون كمان ما هيك كل شي موجود كل شي موجود دخيلك لازم نعمل هيك تلفزيون الناس تشوفنا صحيح. يا الله قال له هيدا حدث شو هو الدين هو المحبة محبة الوجود. يا الله والدين انك ترجع الى جذورك انت انت ما فيك تكون مع الحقيقة الحقيقة هي بتجي لعنا الحقيقة عايشة فينا. السمكة بالبحر منا عطشانة ونحنا كمان بدك تكون مع الله منا عطشان نسبح ومنسبح الله بالمحيط ويا محيط حيط. نعم يا حبيبي ع جبران خليل جبران سامحنا سامحنا بكتابك النبي وبكل الكتب اللي عندك. لا عصفور باليد نعم انتبهوا ولا 10 بالقفص ما بدنا خلي القفص يطير هالعصفور ونحن ما لا جوانح عنا جوانحين علم أبدان وعلم أديان ما فيهم يمنعونا أبدا الكتب كلها موجودة. أنا كتبت وأنت كتبت كتاب القرآن الكريم باللغة العربية وحطينا العدد العربي The Arabic number. هلا ليش في فايولنس كتير في عنف وفي أذى فرق تسد البابا بالليل كل الوقت بيحكي جيب أمه قال له خدي هودي حبوب قالت له أي ساعة بعطيه الحبوب قال له الحبوب إليك تتنامي تهو يقدر يحكي المعتار ما أنت كل الوقت تحكي ليل نهار ما خليتي يحكي صار عنده كوابيس تركي هو يحكي أحلى ما يجي بالليل يحكي. نعم قد ما فينا الإساءة والإهانة عم تجي وتهجم علينا بدنا نحط حماية والحماية من الله حماية من النوايا. بس تعرف هيدا ما أدري شو اسمه إنه قال لهم ماكيافيلي هجوم عليه بدنا يهجم عليك ولا لازم تغلبه قبل ما هو يغلبك وإذا بتقتله أحلى ما هو يقتلك. لا رموهم هيدا إهانة ومزلة. كون متواضع متجانب كون أنت السطح الخارجي تركني وحدي وبحالي كيف الحال مشان هيك نسلم مع بعضنا منبوس 3 مرات أبو ابنه روح قدس بسم الله الرحمن الرحيم طب الأعشاب لجسدك عليك حق كل هالكتب موجودة على بيت الله موجودين فينا بقلبنا نحن
شلونك بيقولوا بسوريا. يا الله ليه مصفر انت؟ ما صار مع صفيرة وانت معه تشيشة وانت هودي هول بيقوونا. ما بدنا بيبسي نيشن لبقى طعمون ولاد. مدام انت ولدتي هلأ عملي لك سيزاريان عملية تنشل الولد وهلأ بنجيب لك كادو حليب بودرة. ما في واحد أرمني قال له يا خيي هلأ مرتي خلفت 6000 دولار بدي ادفع. قال له ايه عملنا لها سيزاريان اسمه. قال له انا ساركيسيان خيي اني سيزاريان مهضومين كيفك بيرك بالنكتة وهيك. قال له ماني كله صاروا اليوم بدنا شق بطن شق بطن. بيطلع الولد مثل الشرنة اوقات بتشقها. لا لازم يطلع طبيعي سكوادينج بتقرفس. امي خلفت 4 هيك بترجعي تروح تكفي تلم زيتون 40 يوم ما حدا بيشوف الطفل الا امه وبيه وست وجده. هيك هلا بيصوروه على الموبايل وكل الناس. انا ما عندي ولاد بحسها. ما تحكي عن مالك وثروتك اللي عند واحد فقير. انتبهوا كاتم عن الحق شيطان اخرس. وللي بيحكي في سرسير الناس بتصير تنقلهم من واحد لواحد وبيعرف اسرارك عدوك وخلص بيفضحه. فاذا الحمد لله اللي عندنا موبايل نحن بنستعمله. انت بتسوق السياره مشي بتسوقها. قال له مين صاحب البقره وليه؟ قال له انا صاحب البقره. قال له فلتها فلتها ركض وراها. قال له شفت هيدا الأعمى ما بعرفه حسين أو شيء بعد 20 سنة مرق من تحت الشجرة ونخ لأنه ضل تذكر إنه هاي الشجرة ضرب. وفي واحد قال ماتت مرته وهنو عم بيدفنوها تاري دقت بالشجرة بالعمود كانت بالكومة صحيت وعاشت 8 سنين رجعت ماتي. صار يقولوا انتبهوا على العمود انت من جوزة انتبهوا على العمود لا تدقوا فيه لا تدقوا فيه ثم ترجع تبوعة. فقال ابو العبد ربح اللوتو مليون دولار بسط كتير طلع على البلكون بدي صرخ هيك شايف ام العبد ميرا 5 سيارة قال مليونين ربحت. نعرف هيك ومنتجوز. قال له شو سبب طلاقه لي؟ قال له الزواج. بالأول عملوا شهر العسل وبعدين بيجي شهر البصل. مهضومة مهضومة النكتة نكتة. قال له والله ما نكتهاش نكتة. المصار ومهضومين من الدنيا. كل الأم العربية هاي بيتنا بدنا نعمل جماعة. أنا بدي أعيش بجماعة ما بقى فيني واحد وين ما كانك جار للجار. كل سوريا يا حبيب قلبي سوريا منا كلمة عربية لقيتها بالهند وين ما كان سوريا سوريا. نو هيدي اللغة الأرامية لغة المسيح. سوريا يعني شمس المعرفة. عرف لمن عرف. يا حبيبي على جبل عرفة يا حبيبي شو هالعلم شو هالبخور شو هالبخور. لبنان يعني قلب الله. لبنان باعتمادك يا رب في نهر الأردن يا حبيب قلبي كأني بلبنان لما شفت هالدوير دويرة 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 وكل زيتون 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 التين والزيتون. يا حبيبي نيالنا بالأردن يا حبيبي. يلا قريبا إن شاء الله بكون بدبي وبجي على الأردن. بحكون بدبي ومنروح على الهند وبنجي على الأردن وبدنا نضل نبرم بأمة العرب. نحن بنحكي عربي وبنحكي لغات كبيرة. أجمل لغة صمت المعرفة صمت العارفين للأطفال. المسيح قال إن لم تعودوا فالأطفال مش تكونوا childhood. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا حبيب عفيك كيف فكرت تعمل هاي؟ الله قال لك يلا قريبا كمان تلفزيون. أكيد أكيد يا حبيبي سلم لي عليه اللي عنده التلفزيون عندك وطلعت لعنده وأنا جيت. قال له ما بدي هم. قال له أنا بدي هالمرة. قلت له لا بعد تعمل دولي 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 دن دن صلح أنا دن. يا حبيبي بهاء يمكن يرجع لنا له رجع عنده كذا مستشفى هيك ما بيعطي يستعمل. قال لهم في فرح في طعام في صوم وصيام. لازم نرجع إلى الطبيعة. أمكم الأرض وعمتكم النخل هيدي حياتنا هلأ. أنا ما بعرف الدواء عمري 85 من عمري 27 عمود كنت بالمستشفى مع سرطان
ومن وقتها خلص معين الدين الششتي وموسى الصدر سميني مريم نور، وعرفت انه رزاقكم دواءكم ودواءكم رزاقكم ولجسدك عليك حق. وبحب كل الناس بس لا ترموا مجوهراتكم للخنازير. اهلا وسهلا فيكم على الاردن على دبي مريم نور، اهلا وسهلا. بعثوا لي ايميل مريم@مريمنور.com وانا مني .com ما بعرف ما كلمة. يا حبيب لكم شو ناكل وهيك، ومن الصوت بنعرف كثير فويس ثيرابي. نتعلم كل يوم كل لحظة يا يقظة. يا حبيب قلبي كن عظيما ودودا قبل أن تصبح عظاما ودودا. يا حبيب هودي كلهم تحت الـ14 ما منتاجر فيهم. نيتشو قال لي أنت الوحيدة بالعالم، تعلمت مني وحيدة بالعالم بس بالعالم العربي. كل ما أملك مؤسسة كبيرة أعطيتها لمؤسسة إنسانية، ما بأصدق في مؤسسات إنسانية، في إنسان عنده إنسانية. إن الكرامة قليل أبداً، كلنا ضحية الجهل يا أخي، والإنسان عدو ما يجهل. مش أخير الماض بدنا ندفع الثمن. كل يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي على السطير على الحيوانات كلها ما بتقتل بعضها. يا حبيبي نفس وشوف هيدي قبتنا، القبة زرقاء والمي زرقاء. هي فالقبة هيدا المسجد، هيدا الكنيسة، المعبد، الهيكل. وفينا نطول العالم الأكبر. نعم أنا نحن كل. آخ يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا معين شو بدي أخبركم. يا حبيب يا حبيب انتبهوا من المطاعم، انتبهوا. مطاعم ما دارت ما ساجد ما 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 كلهم مهضومين كبيرك وهيك التركيبات مهضومة. فإذا انت قال له هيدا مهضوم يعني بينهضم. كنا الولد نام يا حبيبي نام لذبح للطير الحمام يا حمام اوعى تصدق عم تكذب عقلي حتيني. هلا ما بقى نغني هيك غنيه لا، لانه الطفل بيعرف وبيفهم وبيخاف. قال لي يجي العصفور افتحوا الباب والعصفور بيجي وبيغني له والحمامه اجت وباضي وما بدنا نخاف ابدا. انا بالطابق الخامس بكيف بتطلع هالنمله الصغيره الصغيره وبتقعد على اللابتوب برجع بحملها على ايدي وبحطها بالتراب بالزريعة. بأمريكا بأوروبا شرق غرب يلي حطت زريعة على البيت على الشبابيك ما بيدفع ضريبة، بتساعدك الدولة. قد ما فيكم ازرعوا. قال لو كنت عم بتموت وبإيدك شتلة الحبيب ازرع. قال وقعت أم العبد، إجا أبو العبد وقعت بالنهر صار يفتش عليها بتطلع. قال له لك يا أبو العبد أم العبد وقعت بالنار يعني النار بي. قال له أنا بعرف أم العبد عكس التيار. تطلع بالعكس دي مهضومين. فإذا بس اللي أنا تبنى نقول ستوب. أنت براحتك مريم، يعني أنت فيك تختاري متى تبلشي ومتى تنهي. يا حبيب قلبي فإذا استودعكم الله حيث لا تضيع ودائعه. وين القوة؟ هيدا كتاب يا حبيبي بالتقوى. قوة المحبة أو محبة القوة، الغفران أو الانتقام، ورحمتك وسعت كل شيء. ومن عرف نفسه عرف العالم. وفينا انطوى العالم قد ما فيه. اكتبوا كل يوم، اكتبوا وقروا انتوا، اكتبوا 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 ترجع تقرا. خلاص الكتاب موجود هلا عندكم، والكتاب هلا الريليجن بعفو اليوم. يا الله يا حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي من القلب للقلب من القلب للقلب كله الجواب بالقلب وبالكتاب وبالضمير وبالوجود. يا جود جود وبالحب يحيى القلب. استودعكم الله.